رجعت لكوجينتنا هنا بحدا الشيفة تهيا وريحة الخبز ما نحكي لكمش عالبنا. خبز نحضر خبز أحضر لا وكلمة هذي احنا قاعدين نسجلوا دون لي كونديسيون دو ديريكت تلفتنا نلقى الخبز تايب انا وقت قلت بين العجنين والتطيب نص ساعة برافو اي با بلوس الوغ توا عندي كانيلوني في نص ساعة ولا أقل شوية تحب أقل أقل ميساج أول حاجة عملتها غسلت السبناخ متاعي صبيت له شوية خل باش ينظاف مليح مليح ومن بعد خليته في وسط الماء عودت له ميتين ثلاثة باش نحى منه التراب حطيته في قلاية شايحة باش شرب الماء متاعه معناها لان ما نحيلوش ماء باش يقعد مطعمه بنين جيت قصيته تروف تروف صغيرين نحط عليه سامحني يقولوا لازمك تعصروا بالقديم من الماء السبناخ كي يشرب ماء الوه نعصر فيه ايه الى بلوس دوغو تعصروا اذا كان باش تحطوا في حاجه ومن بعد ما تستقليه ولا الماء نتاعو ما اذا كان هو الاحسن تذبلوا في قلايه شايحه باش ياخذ ماه ماه هذاك الكل المنفعه نتاعو وقوته ومطعمه كله سينو باش نحيو المنفعه الكل والمطعم نجي هوني عندي جبن ماجستي كات فروماج هي تعرف شنو في هذا رمضان ماجستي لي كات فروماج هذوما في كل شيء حاضر باش اخر دقيقه انا جو مو ريغال بالجبن ماجستي فريمون عامله بون كيف على خاطر فريمون حاجه بنينه و 100% فروماج لي نحط هوني شويه غوتا عندي شويه فروماج بلون نحطو عليه هذا الكل باش يتخلط مع بعضه انت تقولي تو واش باش يطيب لك الصوص واش باش يعمل لك هذا والله واش باش يعبي لك الكانيلوني ابدا يا عفيف انا وعدتك بنص ساعه الكل في كل الوغ ناخذ الطماطم تاعي سي كامل اللي بالثوم هي ديجا مفوحه حضر باش نحلها ومن بعد نصبها في وسط الطبق اللي باش يطيب فيه الكانيلوني ديجا هوني احنا بالطماطم سي كامل هذايا ربحنا الوقت نتاع تطيب الصوص صحيح دونك حاضره طومات كونكاسي هذيك طومات فريش ومفوحه ومفوحه بالثوم نتاعها بالكل نجي ناخذ شويه هريسه اللي يحب محرحر نحط هريستي نحط شويه زيت ديو هذا زيت نجمة ديو اللي فيه زوز زيوت اللي هو زيت القطانية وزيت القلوب وخفيف فيه أوميغا فيه أوميغا 6 فيه معناها فريمون من الزيوت الخفيف البنين شنو باش نعمل باش نجري أنا الصوص نتاعي نحل حكا طن اللي بالماء داكوغ ناخذ الماء نتاعها نحطه في الصوص نتاعي نتاع اللي باش يطيب فيها الكانيلوني جو ريكوبير ميتون فوالا ميتون علاش لا ميتون ولي اون بلوس يبدا فيه وحده في المطعم وبنين ويطيب لي الكانيلوني نتاعي هاكا صبيتو الكل هذاك علاش قلت لك راهو اقعد بحذايا وانت تشوف كيفاش الكانيلوني باش تحضر بنينه وفي وقت قياسي ناخذ حكه الطن نتاعي هذايا نحلها ورينا ساعه تعرف شي وريك الحاجه اللي توريك اللي هو تن مخدوم على اصله كونه الورق هذا اللي وقت اللي تغزروا الطرف التن وقت اللي تجبدوه يبدا مورق هكايا كيما تشوفوه ورق ورق ما يبداش مفترش هذاك سافيدي اللي هو تن ممتاز نحط التن نتاعي في وسط الكانيلوني وانا ما قعد لي الا باش نعبيه ونحط في الكوشه ديجا الكوشه نتاعي سخونه 200 دوغري نرميها ربع ساعة دوك كانيلوني لا تصمتها لا حتى شيء حتى شيء ديريكتومون هكاكا تعبيها وتحطها كما هي ها هو هذا ديجا حطيت هوني الطن نتاعي اوزك تبارك الله لي مخصوم تاع الطن فوالا خاطر ساعات تحل حكا تلقاها كلها في تفيت دونك هوني الفرق هوني نفهم ولي طن البدر سي فريمون لا اوت غاما تعرف مش حتى تلقاها في تفيت برك عفيف ساعات يظهر لك اللي هو طن معناها اونتي انت تمسو يتفتر او يتفتر اي اون نو كومبرون با كيفاش يتفتر شتن اوغ هنا ديجا قاعد بلايك الوغ كو هو نزلت عليه بالمغرفه هذا هي الخليط نتاعي شفتوا كيفاش حضر في ساعه في ساعه توا ناخذ بوش خاطر اسهل في التعبيه نحط التن هنا هذاك بعد باش نستحقوا اكيد ونجي ونعبي يا ربي حياتي كامله شايح في ريقي نبدا نشد بالكعبه كان اللوني ونبدا نعبي فيها بالمغرفه وعلاش يا عفيف وعلاش ناخو الكانيلوني نتاعي وتو تشوف كيفاش في وقت قياسي قاعدة تشوف ريم نسكر هذايا هكايا بالقدا ناخو كعبة الكانيلوني نحط صبعي تحتها هكا وننزل عليها وهي تتعبى في ساعة في ساعة ما حشناش هكا نعبيها ونحطها مرا حرة طلعت حايرة
لا 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 ما نقولش انا هكا على خاطر نعرف اللي كل واحد يسوفي باش نسهلوا لا ميثود دو فير لا فاسون دو فير والناس الكل معناها البوش هذيا تنجم تغسلها وتعاودها برشا مرات دونك ما تقطعش. معناها نو سولمون ما نتعذبوش في التعبيه نتاع الكانيلوني، مي اون بليس تتعبى بالكدا، الكونتيتي تبدا مليانه الكعبه نتاع الكانيلوني هايله برشا. فوالا. برافو يعطيك الصحة. هذوما تو باش يدخلوا الكوشه ومن بعد ترجعوا لي باش نعملوا حاجتين مع بعضهم اللي هما لي دو زونتخي ويقعد كان ديسا. نرجعوا لكم بعد شويه، انا باش نلتحق تو سويت باللي كرونيكوز نتاعنا باش نمشي ريم الورغي. ريم عندها حاجات انسوليت باش تعمل بينا الجوله. خارج تونس هكا ولا خارج تونس اخترت دو زاكتواليتي بيبول اللي ديما نستخرجوا منهم عبره. نحن كي نختاروا لاكتواليتي نختاروا باش نستخرجوا احنا قلنا الفتره هذه فتره نتاع استخلاص برشا عيبه. الاولانيه نومي كامبل اللي هي حبيبه تونس، تعرف انا نحبها خاطر هي تحب ياسر تونس وتجي برشا مرات تونس كوسوسوا معنا او غير معنا. دونك نومي كامبل في فترة الكونفينمون هذية قاعدة تعمل في دي ديريكت سور انستغرام اللي يدوموا سوايع. تدخل ان كونتاكت مع لي فان نتاعها، مع العباد الكل، تقعد تعطي في دي كونسي، تحكي لهم. هي بداتها بفكرة بسيطة، تقول لهم، تخرج للي فان نتاعهم تقول لهم، كل واحد يقول لي شنو عينه توا في اللحظه هذيا في شنو عينه. دوك تخلقت دي سينيرجي وخرجوا حكايات مزيانين وخرجوا برشا معناها برشا حكايات بروفوند خرجت. ما كان الكيستيون البسيطه هذيك نومي كامبل تحكي للي ميديا، قالت انا جينيرالمون في الانتيغ مع الانتيغ نورمال لي 5 اي 6 مينوت نتاعها يتكلفوا ملايين الدولارات اللي باش تخرج في اون كونتاكت. هي كيما برشا نجوم من العالم هكاك معناها ظهورهم الاعلامي يتكلف برشا فلوس برشا. ولكن في فتره الكونفينمون قالت حبيت اني نعاون بطريقتي، نعرف العباد يحبوني، حبيت نقرب لهم، دونك ما نحسبش معاهم. وهوني كيف كيف باش نرجعوا باش نقولوا قديش نحن زيدا فنانين ظهروا الجانب الانساني نتاعهم وقديش قاعدين يعملوا في ديزاكتيفيتي. كل واحد يحاول يخلق فكره، ولكن كان نشوفوا في سورتو في الليل معناها الانستغرام قديش حافل باللي كلهم يبيعوا عاملين لايف. الحقيقه معناها عملوا اون انيماسيون اللي خفت علينا الوحده نتاع الكورونا. الاخبار الثاني هو يجينا من عند ريتشارد جير اللي هو ظهر لي كلنا معشوق نسيل كل فان بي جميلات. بعيد على الكونفينمون وبعيد على الكورونا، ريتشارد جير احتفل بمولوده الثاني. هو عمره 71 سنه، بارك الله. مرته عمرها 36 سنه. هذا مولوده الثاني بعد زواجه من الثاني، هذايا من مرته الجديده. علاش حبيت نحط الاخبار هذه؟ على خاطر وقت اللي شفت في لي ميديا لا رياكسيون نتاع الاخبار، قديش ثم التصالح، قديش ثم توليرونس. يعني ما تخزرليش هكاك، لا تخزر خاطر تعرف شو نقول انا، خاطر باش نقول لو كان جاي في تونس يعطيك صح ولا في العالم العربي بصفه عامه، مش كان في تونس، ونجم ولا شخصيه معروفه يكون في العمر السبعيني معنا في السبعينات ومرته في الثلاثينات كيما هكا، ويجيب صغير في العمر هذاك، باش تقرا حاجات اخرين على ريزو سوسيو، باش تلقى موجه كبيره نتاع تنمر، باش تلقى برشا حاجات. ينجموا يتسبوا حتى في انفصالهم، معناها ما فهمت شنو يقلقهم هما العباد من برا. شوف هذوما سي ان اكزومبل نتاع زواج فيه برشا ديكالاج نتاع عمر ولكنه ناجح ويعيشوا في حياه عاديه. والله يا عفيف قعدت نتبع مريت حتى كومنتير نيجاتيف، معناها كيفاش هو استقبل معناها المولود الثاني نتاعو عايش ثم اغموني كبيره. وافكتيفمون قلت قديناش احنا اليوم في امس الحاجه للتوليرونس، يدينا من الحكم على العباد اذا كان هما مرتاحين وفرحانين. صحيح. فيش قاعد فيش يضركم. راهو معناها ثم دي كوبل وصلوا وفات حكايتهم على خاطر العباد قاعدين يبداوا يحاولوا يلقاو تفسيرات ويحاولوا يلقاو. دونك سي ان اكزومبل هذه العبره اليوم باللي خلينا نتعلم منهم شويه توليرونس ونقبلوا الاختلاف. ميرسي يعطيك صحة ريم ورغي. احنا بعد شويه باش نرجعوا مع مرجية عرقوبي باش نحكيوا على الازواج وعلاقه الازواج في فتره الحجر الصحي. اما قبل ذيك نعملوا طلع على الشيف فتحيه وين وصلت في عشان اليوم. والله عشان اليوم بخسك كمل لي عفيف على ما شاء الله. انا توا عندي جوست باش نعمل الكريب فروماج تون
معناها نجي سهله ياسر نحل حكه التن نتاعي. راهو اللي يحب نكهه الهريسه عندكم هريسه سيكام، تعملوها تدهنوها بالهريسه، تحطوا فيها شويه جبن جبن ماجستي اما غرويير والا معناها عندكم غودا عندكم الكات فروماج الكل يمشي بالقدا في الحاجات هذوما. نحطوا فيها شويه تن تشوفوا مسهلها، نحط قليتي فيها شويه زيت ديو دو بلاش زيت جوست باش تحمار فيها شويه من حتى كاين دهنان برا ما نكثر لهاش الزيت جوست باش تدهن كعبه الكريب. وهي بسيطه وسهله لا فاصون تاعها باش تتعمل سهله ياسر. نجي نحط الكريب كيما تراوها هكا فوق البابيي نتاعها، نحط ناخو نجبد شويه من التن هذا تغزروا له التن كيفاش مزيان ومورق كي العاده، تن فريمون خارق العاده، غزروا له ورق ورق التن نتاعنا مزيان ياسر ونكهته ريحته بنينه برشا. وباش تعرفوه كيما قلت لكم تن اصل كعب معناها من التن نتاعو من الحوته نتاعو والا كانت تخدم وتعصر وتنحى تقوت والا لا كي تلقاوه هكايا سلوك سلوك فوالا اون لا ميل. وهذاك المهم نحطوا عليه كيما تشوف جبن ماجستي، بعد نسكروها بالقدا كعبه الكريب نتاعنا، نسكروها كيما هكايا اون بورتفوي على اربعه، وزيت القلايه نسخنوها شويه ونجيو نحطوا نطيبوها على الوجهين باش يذوب الجبن نتاعنا. انا نعوضوا بها البريك وما فيهاش عظمه وخفيفه وسهله وبنينه. اونتخ تون انا باش نخلط معناها قلت لكم باش نعمل اليوم سلطه البلانكيت نتاعي، لكن بلاش معناها مش بلانكيت بلانكيت، مي سلطه بلانكيت ريفيزيتي. عندي هوني غوتا وعندي فروماج بلون، كان اللي يحب فروماج بلون تنجموا تحطوا غوتا بركه. نجي هوني ناخذ نفطر شويه تون وتشوف في رمشه عين تخدم سلطة مزيانة وبنينة في دقيقة. ألوغ كان تحبوا تحطوا في وسطها تن مفترش هكا وإلا تحبوا تخليوها جوست للزينة الفوقانية، أنا باش نعطي النكهة أكثر ديما مفترش شوية تن في وسطها، نحط شوية ملح شوية فلكحل اللي يحب يفوح، اللي يحب يخليها ناتور وإلا يحط رشة معدنوس، هذاك ليكم الاختيار. أنت كاش فتحية أي. بالنسبة للتن البدر خاطر توا احنا كنا قاعدين نطيبوا هالايامات، سكي بيان وانه حتى كي نخلطوا مع الميلونج نتاعي ولا الفاخس نتاعي يقعد لي اون لاميل ويقعد ترونش، على خاطر نشوفوا احنا انواع تن اخرين كي اون فوا خلطته سي يذيع ما عادش تلقاه بالكل، توا احنا قاعدين نشوفوا فيه مالغري غزر قداش خلط فريمون الي اكسلون. فوالا الوغ انا هوني الخلطه نتاعي حضرت، نجي ناخو الخبز اللي بايت بشمطو شويه صبيت عليه شويه بالكل زيت ديو ودخلته الكوشه هو حمار شويه، وانا نجي ندهن التوست نتاعي كيما تشوفوا فيها هكا، ندهن الخبز نتاعي الكل فيه تقرميشه ساعه يقعد يشرب الماء نتاع الكوتا والفروماج بلون اللي حطيتهم له، معناها ما يوصل المغرب لما تلقاو تقرميشه خفيفه وبنينه. نجي فوق لي توست هذوما اللي عملتهم اللي هي سلطه بلانكيت بالفروماج بلون والتن، ونحط لقشه تن باهيه معناها مزيانه كيما هي هكايا، ونحط شويه زيتون واللي يحب يزيد شويه جبن مقصوص هذاك ليكم انتم الاختيار، شويه هكا فلفل مسير احمر يزين ولا. حتى رشه معدنوس، ما ديما عنا المعدنوس مقصوص حاضر اكيد. الوغ انا هذه سلطه البلانكيت من نوع جديد، الوغ قعد لي كان ديسير من بعد لنكمل هذوما. يعطيك الصحة، شكرا لك شيف فتحية. دونك اقعدوا معنا في المتابعة، إذا كان ما خلطتوش من الأول على لي روسيت نتاعنا وعلى ليميسيون، توت لي فيديو تلقاهم على صفحة قناة التاسعة ولا على صفحة الويكاند على الفيسبوك. بيان سور كونفينمون ورمضان وفي الدار، فماش خروج تقريبا، فماش قهاوي، فماش كارتا، ما فماش للأسف زادة صلاة التراويح، قاعدين وجوهنا في وجوه بعضنا، برشا محبة وبرشا تسامح في الدار. دونك علاقة الأزواج في هالفترة هذيا شنو نجمو نقولوا عليها من جاي عرقوب؟ الأزواج كما قلت أنت لقاو رواحهم توا في الدار مع بعضهم، معناها وحدهم، فما شكون يخدم فما شكون لا. حاجة غريبة تظهر من الأول وبيان سور لازمنا نتعاملوا معاها،
دونك اول حاجه اول مفتاح انا باش نعطيه عفيف ساعه ما نخليوش اللاوعي نتاعنا هو اللي يقرر، معناها نجيو للواعي نتاعنا ونفهموا اللي هي راهي فتره ساعه وباش تعدي. باش الواعي نتاعك غايب شويه اليوم. أكثر واحدة ساكتة اليوم أثر عليها رمضان ظهر لي هي منجرية قاعدة تعمل فك لي زيكزارسيس نتاعها ميديتاسيون بينها وبين روحها، احنا نحكيو في الكواليس وفدكو ومنجرية تعمل لنا أكل. كاو. مو نحافظ على الطاقة نتاعي عفيفة نهار مازال طويل. دونك هنا كما قلت أول حاجة شنو معناها ما نخليوش اللاواعي نتاعنا، معناها ما ندخلوش في العادات نتاعنا نتاع الحالة العادية، معناها ما ننتظرش نفس الأشياء، ما نكونش إكزيجون كيما أنا في العادة، دونك نكون واعي اللي راهي فترة هذيا صعيبة كيما عليا أنا كيما على البارتنير نتاعي، على خاطر راهو لازمنا نعرفوا اللي احنا صحيح معناها أوني دي زيت سوسيو معناها احنا ونحبوا نكونوا قراب لبعضنا أما موش برشا عفيف، معناها ما تخلقناش باش نعيشوا 24 ساعة وجونا في وجوه بعضنا وسورتو للي كوبل الاحتكاك يولد الكراهيه. هو كيما يولد قرب كيما ينجم زاد يولد برشا عرك وينجم يولد معناها برشا زاد اغريسيفيتي والا عنف معناها. دونك لازم نعرف اللي راهي فتره هذيا وتعدي. والمفتاح الثاني اللي انا نقبل الاخر كيما هو، معناها ما نبداش نحكم عليه هاو يرقد برشا هاو ياكل برشا هاي ما تعرفش الطيب الخبز فهمت. معناتها نجم تفرج في شيء فتحيه وتعلمهم الكل اللي في وصفات سهله ايفيكتيفمون. معناها نخرجوا من الاحكام اللي انت كل شيء تولي تعمل له كريتيك ونشكره، معناها مثلا اذا كان البارتنير نتاعك نثمنوا المجهود نتاع البارتنير نتاعنا صحيت مثلا بكري مريم تشكر في زوجها بالكدا قالت معناها تنجم تعمل عليه، معناها نشكر بعضنا اي حاجه. حتى انا نشكر برشا زوجي نجم نعمل عليه، ريم كيف كيف تشكر زوجها وانا زد فوالا يعطيكم الصحه ما قصرتوش ما قصرناش. دونك معناها نشكر نثمن المجهود نفهم ونقبل اللي ساعات العبد معناها ينجم يفد زاده. حاجه مهمه برشا عفيف نخليو لبعضنا شويه اسباس نخليو مجال اللي انت تقعد فيه وحدك واللي انت صحيت شويه نفس، خاطر احنا كي نبداو نخرجوا ونخدموا معناها نخرجوا ونرجعوا دونك فمك الكوبور هذيك اللي انا باش نرجع بعدها واللي انا معناها نبدا ننتظر باش نشوف الطرف الاخر وكل توا ما عادش فما كوبور. دونك ما ننتظرش اللي انا ديما وجهي وفي وجه الشخص الاخر، وتنجم تكون عادتنا كيف كيف خاطر فما اشخاص يحبوا برشا القرب معناها وما يقلقهمش، فما اشخاص اللي يبداو ما يحبوش القرب برشا، دونك خليه شويه نفس معناها باش تنجم انت تقعد وحدك باش تنجم تقرا حاجات مثلا باش تنجم حتى في بيت ساعات تنجم تقعد وحدك باش تبرد وجهك معناها ساعات ايفيكتيف حتى ما عندكش حاجه باش تعمل معناها ما نقعدوش نسالوا وينك شبيك مكشهوني ما لازمناش الكلنا في نفس هو موجود في الدار معناها ميساج صدقني فما شكون يبعث لي معناها على ازواجهم حتى في الكوجينه وينك معناها يحبوا ديما هذيك ماهوش به معناها نخليه شويه نفس ناخذوا كوبور لروحنا. حاجه اخرى احنا كي العركيت هما توا يكثروا شويه التلكيش وكل احنا في العاده عندنا طريقه باش نواجهوا العركيت هذوما وباش نحلوا النزاعات اللي هي انت تهرب مثلا تخرج تطفي ضوء تعمل بدل ساعه بساعه تخرج تعمل دوره ولا هو يخرج يمشي يعمل دوره ايفيكتيفمون كي تجي مع تروح مثلا العشيه ولا بعد ساعه تلقى الامور تبدلت انت بيدك معناها مخك يتبدل وتولي متسامح خير توا ما فماش الهروب ما فماش هروب. دونك هنا فما برشا تفهم معناها لازمنا نفهموا اللي 95% من حل المشاكل هذوما والخلافات الزوجيه في تفهم الاخر. وين نهرب انا مثلا معناها في الحاله هذه اذا كان زوج تنرفز ولا ما كسرت مشكله صغيره بينه وهو ومرته عاده يخرج يمشي يعمل قهوه ويجي ولا يعمل دوره ويجي شنو ينجم نقترح عليه شنو ينجم يعمل في الوقت هذاك باش ما يزيدش التشنج. هو شوف اذا كنت نجم تقعد في بيت وحدك معناها اذا كان انت بالحق تشنجت نجم تقعد في بيت وحدك ماذا بيك تقعد في بيت وحدك معناها تنجم تقعد حتى نص ساعه تسمع ميوزيك تعمل حاجه اخرى. اذا كان العباد ينجموا يخرجوا يعملوا ماخش معناها اذا كان في الحومه نتاعهم ينجم يعمل ماخش
مستحب على الاخر معناتها تعمل ماغش وترجع ديجا الطاقه هذيك سلبيه تنجم تنحيها. نجموا نعملوا زاد ديزاكتيفيتي فيزيك كل يوم خاطر راهو كي تتحرك تخرج زادك التشنج هذيك وكل يمشي معناها نقبلوا الي شخص الاخر ينجم حتى يسكر البيت على روحه ويقعد شويه وحده ما فما حتى مشكله. بالعكس راهو من بعد كي باش يرجع خاطر لازمك تحط ديما في مخك هو علاش عمل هكاك، شنو هو وجهه النظر نتاعو، شنو هو اللي خليه يعمل الكومبورتمون هذاك، ونفهموا اللي راهو هو زاد مضغوط معناها التفاهم التفاهم على الاخر على الاخر، ونفهموا اللي شخص الاخر راهو كيفك انت معناها مضغوط وسيتواسيون ماهيش عاديه. نحسوا ببعضنا نصبروا على بعضنا ونحسوا ببعضنا وتتعدى معناها تتعدى. يعطيك الصحه، ميرسي بوكو مونجيه العربوبي. نحب نذكركم وانه سوتيفا بتقدم لكم الجديد نتاعها وتوفر لكم سيرفيس دو فونت اون ليني. دونك اليوم تنجموا تعديوا لي كوموند نتاعكم اون ليني والبيمون يصير بالكارت بانكير كيف العاده. سوتيفا بتوصل لك الكوموند نتاعك حتى الباب دارك وغراتويتمون في اي بلاصه في الجمهوريه التونسيه. السيت ويب تلقاو فيه لي كاتالوج نتاع سوتيفاب، وكيف ما وعدتكم تلقاو زيدا اون لارج جام فاريي للناس الكل، سورتو في لي باك نتاع الطواول والكراسي عندهم شواء كبير برشا ومتنوع تزينوا بهم جو رمضان هالايامات. ونذكروكم زيدا اللي توت ليكيب سوتيفاب راهي على ذمتكم، هذيك علاش تنجموا تعديوا لي كوموند نتاعكم على طريق الفيسبوك والا على طريق الانستغرام وبالتليفون زيدا على الرقم 21 293 ألف وإلا 29 199 907. نحب نذكركم زيدا وأنه تبارك الله معناها برشا شركات وبرشا تويسا ولاو يخدموا أونلين، وهذه حاجة باهية برشا من الحاجات اللي ربحناهم الحقيقة فيها الأزمة هذه، لأنه ما كناش ياسر احنا نخدموا في التجارة الإلكترونية. دونك سي بيان وأنه كل شيء يتوفر اون ليني وزيد كيف كيف الليفريزون ادوميسيل في الفتره هذه في شهر رمضان نشربوا برشا جو، هذه حاجه منصوح بها. واحنا غدوه باش نحكيو مع مريم كشوكا على كل ما هو دي بواسون، باش نحكيو على المشروبات الكل، على اهميه الماء، على اهميه لي جو. في الاطار هذا جويسي زيد كيف كيف تعمل لكم ليفريزون ادوميسيل وين ما كنتوا، توصل لكم انواع العصير المتوفرين الكلهم. العصير هذايا فريشك وبطبيعة ما فيهوش برشا سكر، بنين برشا وأكيد أنه حاجة صحية وهيلة بالنسبة لشهر رمضان. جويسي تنجموا تلقاوها على صفحة الفيسبوك. نشكروا برشا حسام بنتارة، زادة كيف كيف تلقاوها على انستغرام، تنجموا تشوفوا لي فاريتي نتاع لي جو الكلهم. خليني نرجع توا للشيف فتحية ونشوفوا لي روسيت نتاعنا وين وصلوا. مرحبا بك يا عفاف مرة أخرى. أنا كما تشوف وصلت سي للكريمة وللديسير اللي وعدتكم بيها. الكريمة متاعي اللي أمبو سبيسيال، علاش؟ على خاطر ما فيهاش برشا مكونات. أول حاجة نحط لها السكر حسب المذاق، معناها مغرفة ولا اثنين سكر ما أكثرش، ما نحبش حلو ياسر على خاطر من بعد باش تتزين بالفغاز ما نستحقش برشا سكر في وسطها. نحط فيها على نص لتر حليب، نحط مغرفه معبيه والا مغرفتين باهين انشاء في وسط الكريمه، نحط كل في البارد معناها مش نخدم هذا من بعد هذا. نجي عندي كعبتين عظم كاملين، انا العظم في الكريمه نتاعي نحطه كامل ما نحطش الاصفر بركه والا نخلطهم كيما تراو هكايا، نخلطهم مليح مليح ومن بعد نصبهم في الكريمه نتاعي والكريمه تجي حاجه خفيفه وبنينه. تعرف اللي البلون دوف يخفف الكريمه ويعقدها اكثر من معناها يزيد يعقدها. الابيض كي يطيب هو بيدو يكواغول وييبس ويعقد الكريمه. هذه نحط نطيبها على الغاز. اونتخو تون انا باش نحضر الفغاز نتاعي جوست نعملهم نحي لهم الراس الاخضر نتاعهم بعد اللي غسلتهم بالقدا في الماء، ونقصهم طروف صغار كيما السلاد دو فروي، ونجي ونتشتشهم في قليه شايحين كيما هما، نذر عليهم مغرفه قهوه السكر باش يسيبوا جو. وقت اللي نجي نزين الكريمه نتاعي نحط شويه بسكوي في قاع الكاس، نحط الكريمه ونحط هك الكولي نتاع الفغاز، حاجه بنينه وخفيفه وتشوفوها من بعد النتيجه كيفاش طلعت. يعطيك الصحة شيف تحية. دونك باقي فما ديزاستيس ياسر هايلين احنا على بساطتهم ولكن ما نعرفوهمش، دونك مشكورة برشا. خليكم تابعونا ديما
في برنامج الويكاند. توت لي فيديو كما قلت لكم تنجموا تلقاوهم على صفحة قناة التاسعة وإلا على صفحة الويكاند على الفيسبوك. نشكر برشا برشا ما ننساوش زادة المرقوم التونسي على اللمسات الجميلة اللي حطهم لنا في الديكور متاعنا بمناسبة شهر رمضان. المرقوم التونسي موجود في سكرة تلقاوه مقابل فري شوب هبيلة وموجود عنده فاريتي متاع لي زارتيكل دو ديكور ياسر حلوين جونا التونسي 100%. مكملين معاكم اقعدوا معنا فاصل قصير وراجعين. اليوم جبت معايا مدام فاتن ديجا استعملت هي في في الشتاء القام نتاع ليتاش وجات هي باش تحكي على مرحبا بها التجربه اللي عملتها. نهارك زين. لو كان تقول لنا شنو البرودوي اللي استعملته بالضبط؟ استعملت على فتره قداش؟ استعملت 6 شهور القعم نتاع ليتاش اللي تحت العينين واللي يريد واستعملت اللي انا كانت عندي شحمه برشا لهنا هزيتها لفوق شويه واستعملت القعم نتاع الكرش تاع السمنه. هو راه تمشي بحذا مدام مونيا ماذا بيك تشري قفه برودويات وتروح. بو هي مدام فاتن استعملت هذيا القعم نتاع ليتاش اللي احنا نعطيو الجرنادين والصابون البلدي اللي هو مخدوم فيه برشا دي فيتامين ثم سبيرولين ثم المورينجا ثم الجوماج اللي هو الطفل كيف كيف معمول بليزيكستري دو بلانت. جست قولي الصابون هذاك نستعملوه استعمال يومي والا هو استعمل يومي الصابون استعمل يومي كل صباح تاخذ شويه منه وتغسل به الوجه تنجم تغسل به حتى البدن الكل. والقماش هذا هو يستعمل مع احنا وليتا دو فيزاج واحنا ليتا نتاع ليتاش خاطر ثم عباد نعطيوها الفيشه كيما فاتن في 6 اشهر باش تنحى ليتاش ثم شكون يقعد حتى بالعام راهو التاش يلزم وقت دونك وهذايا القماش اللي هو في حاجه اكسترا اوردينير اللي نجموا يغسلوا به شعرهم يراخي وفي يعوض الشامبوان مش نورمال في الكلا والبيان سيغ باش تزيد تعمل حاجه اخرى باش نعملوا باش نوريو جوست لي في تاع ديمونستراسيون تاع جوست ليسكارغو اللي هوني هكا باش نعملوا على هذايا جوست باش نوريو للعباد لي في اللي هو هذا افي ليفت افي ليفت للوجه دونك هذا يعمل هكا داكوغ ونخدموه هكا الكل دونك اذا تنجم تحطو على الوجه الكل ولا هو يتعمل على الوجه الكل فوالا نشوفوا الريزولتا ديجا البارتي هذه كيفاش طلعت الكلها وهذايا الكلها معناها اللوطه اللي خذيناه جديد اللي احنا عملنا دي بيير بريسيوز هذونا معروفين برشا بوغ معناها واحد باش ما يقعدش يخدم بيده هذونا راهم سيغ كوموند سيغ كوموند هذونا نبيعوه اللي هما يطلعوا يزيدوا يخدموا هكا الواحد مش ما تقاش تعمل انتوكا هذايا واحد تصلح له في الدار اي كريم اي برودوي يستعمله في وجهه اي كريم فوالا يستعملوا ينجم يخدم من هذايا نخليوه احنا يعطي لي فيم تاعو اللي هذاك سي اللي فيم تاعو هذ شعرك فات اللي فيم تاعو ظاهر او بالكدا هذايا هما لي دو هما ينجموا نخدموا بهم اللي احنا نخدموا بهم هكا سورتو بور لو كو والخدود وهذونا نجموا نطلعوهم مش واحد ما يقعدش يتعب وهذونا ديجا عندهم ايفي اكسترا اوردينير سي دي بيير بريسيوز هذونا يلقاوهم كان سيغ كومون معناها هذوما اللي قاعدين تشوفوا فيهم هذوما سي دي بيير راه هذوما سي دي بيير حجار ثمينه هذوما هذاك علاش المفعول نتاعهم مهم برشا هو ويعيش اون بلوس. ميرسي بوكو مدام مونيا غزايل يعطيك الصحه. باكثر تفاصيل تلقاو مع الباج فيسبوك بيموك دونك ادخلوا زيدوا شوفوا زيدوا تلقاو لي نيميرو تليفون كل